لو اتكلمنا على المنافسة في الدوري الموسم ده بشكل عام، ومش بكلمك بس على فريق الأهلي، المنافسة بشكل عام الفرق كلها، شايف ازاي الموسم ده؟ شايفه أصعب من الموسم اللي فات؟ شايفه أسهل؟ محسوم؟ مش محسوم؟ شايف ازاي المنافسة؟ لا هو مش صعب يتحسب من البدايات، طب يعني محتاجين مشوار طويل شويه. ممكن نقول النادي الاهلي خلاص يعني شبه تقريبا حسم بطوله الدوري. لا لسه الموقف صعب ومحتاج شايفه مجهود. صعب؟ شايف الفرق التانية قوية جدا لازم لازم الموسم ده؟ لازم لازم اللعيب يحس ان هو صعب، يعني التهاون وعدم احترام المنافسين ده ممكن يجيب نتائج عكسيه خالص. انت كلاعب مستواك هيقل، ممكن تفقد مكانتك في النادي الاهلي، وانت كلاعب ممكن تفقد مكانتك كمنتخب كلاعب دولي، ممكن تخسر حاجات كتير. فالأهمية بشكل جماعي والأهمية بشكل فردي، كل اللاعب يكون مهتم ويطلع أفضل مستوى ليه، ده في التدريب كمان يطلع أفضل مش في المباراة الرسمية. فهي لازم الإحساس يكون صعب. انه انا بقى حاسس ان كل مباراه صعبه، وانه كل مباراه وكل 3 نقط مهمين جدا، وده موسيماني شغال عليه مع اللعيبه. وعايز اسال حضرتك، شايف ازاي موسيماني طور الفريق في الفتره اللي هو مسك فيها النادي الاهلي؟ هو يعني عارف، يمكن متابع النادي الاهلي اكيد، سواء كان في فتره من الفترات في بطولات مشتركه بيننا وبين الفرق اللي بيدربها في جنوب افريقيا، متابع حتى على الاقل على المستوى الافريقي، متابع النادي الاهلي، حافظ لعيبته، حافظ مستوياتها. وانا بعتقد يمكن دي هو، انا ما اعرفش هو ازاي تم اختياره، هل هو عرض الاول ولا النادي الاهلي عمل يعني تواصل معاه، احنا عندنا رغبه، انا ما اعرفش التفاصيل ايه بالظبط. بس انا احساسي برضو، وده وضع طبيعي مش 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 غريب، يعني ان هو كان عنده امل وعنده طموح، ودي امنيه كان نفسه يحققها ان هو يدرب النادي الاهلي.